الإخوة الكرام، سلام الله عليكم. محمد البوذاري كيحييكم وكيرحب بكم في حلقة جديدة، حلقة مستعجلة جدا من برنامج نشرات الأخبار الساخنة. خبر عاجل: المخابرات المغربية داسي كطيح بالمعتدي على شرطي المرور. هذاك المشهد المثير اللي كلكم شفتوه، ذاك المجرم المنحرف الشفار القطاطعي عديم التربية والأخلاق اللي تعدى على بوليسي وبدا كينزل عليه بواحد الزرواطة أو شي حديدة أو الله أعلم، والله ما عرفتش شنو هي. هاد السيد راه طيحاتو المخابرات المغربية، والآن راه في القبضة ديال الشرطة القضائية، والبحث جاري معاه والمحاضر ديال البوليس غادي يتحرر قريبا، وهذا الجاني غادي يتحال على العدالة. والمصيبة الأكبر، حسب الأبحاث اللي قامت بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والشرطة القضائية، فالدراجة النارية اللي كان كيحاول يحامي عليها وما يخليش رجل الأمن باش يلقي أو يقوم بالحجز عليه، هاد الدراجة النارية تبين فعلا وكيف كانت توقعات ديالنا وتوقعات جميع المواطنين. هاد الدراجة النارية كانت مسروقة. بلاغ حول الموضوع توصلنا به قبل قليل من طرف ولاية أمن الدار البيضاء، كيقول بأن عناصر الشرطة بالولاية تمكنوا على ضوء معلومات دقيقة جدا وفراتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يعني الداسي، يعني المخابرات المغربية، مساء اليوم الجمعة 12 غوش الجاري. هذه المعلومات مكنات من توقيف الشخص اللي ظهر في شريط فيديو وهو متلبس بحيازة دراجة نارية، والتي تبين لاحقا بأنها متحصل عليها من عملية سرقة، وتهديد موظف شرطة أثناء تدخله لحماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم. يعني رجل الأمن كان على صواب، والحدس دياله كان فعلا في المحل دياله، فغير بان لي هاد السيد شك فيه وعرف بأن الدراجة النارية مسروقة أو مشبوهة، ولهذا السبب قرر باش يقوم بالحجز والمصادرة دياله أو غير طالبه بالوثائق. ولكن هاد المجرم رفض يسلموا الوثائق، والأكثر من هذا قرر باش يتهجم عليه ويتعدى عليه بديك الزرواطة. البلاغ كيقول بأن المشتبه فيه البالغ من العمر 24 سنة، وهو من ذوي أو أصحاب السوابق القضائية المتعددة، تم ضبطه متلبسا بحيازة الدراجة النارية التي تبين بأنها كانت متحصل عليها من عملية سرقة بالعنف، قبل أن يعمد إلى تهديد شرطي المرور بواسطة أداة رادة، يعني ذيك الزرواطة أو الحديدة، وهادشي بغرض تسهيل فرار مشاركه أو مشاركي في هذه الجريمة، يعني صديقه في هذه الأفعال الإجرامية على متن الدراجة النارية المسروقة. معذرة. ويقول بلاغ ولاية أمن الدار البيضاء بأن الأبحاث والتحريات الأمنية المكثفة والمشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بمنطقة قروية بضواحي الجرف الأصفر. وحسب هذا البلاغ دائما فقد تم الاحتفاظ بالمتهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف شريكه المشتبه فيه التالي بعدما تم تحديد هويته الكاملة. يعني هاد المجرمين عرفوا الآن شكون هما بالضبط، ولهذا السبب تم توقيف المتهم الأول، يعني مور الزرواطة، في حين أن البحث الآن جاري على الشريك دياله، واللي تمكنت الشرطة والمخابرات من تحديد الاسم والهوية الكاملة دياله، ولهذا السبب فحتى هو غادي يكون قريبا في قبضة العدالة وغادي ينال الجزاء دياله. تحياتي العطيرة لكم جميعا، وإلى موضوع آخر بإذن المولى عز وجل.